واحدة تانية بقى يا ابونا، مش معقولة الترانيم الحلوة دي. من الأسبوع اللي فات كنا بن كان كانت قراءات الحد الرابع من أمشير، وكان القصة بتاعت زكا. نقول ترنيمة زكا مثلا، ترنيمة لطيفة بتاعت زكا طلعت كده على الشاشة. مظبوط مظبوط يا بونا. طلعت زي طفل جري اتشوق على جن زبقت تتشعلق، زي طفل جري اتشوق على جن زبقت تتشعلق، تجري بسرعة بسرعة وتجري، عاوز من يسوع تتحقق، تجري بسرعة بسرعة وتجري، عاوز من يسوع تتحقق، زي طفل جري يتشوق، عاوز من يسوع تتحقق، زي طفل جريء يتشوق، عاوز من يسوع تتحقق، طوباك يا زكا طوباك، رب المجد طلب رؤياك، وطلب يقعد جوه في بيتك، طوباك يا سعدك يا هناك، طوباك يا زكا طوباك، رب المجد طلب رؤياك، وطلب يقعد جوه في بيتك، طوباك يا سعدك يا هناك، علشان كانت لك أمنية، مشتاق للرؤيا إلهي، ربنا حقق لك رغباتك وعطاك نعمة مجانية، علشان كانت لك أمنية، مشتاق للرؤيا إلهي، ربنا حقق لك رغباتك وعطاك نعمة مجانية، يا شجرة يا بخت اللي شافيت، جميزة يا جمال أوصافيت، يا شجرة يا بخت اللي شافيت، جميزة يا جمال أوصافيت، زي خروف فوق كتف الراعي، حملت زكا على كتافك، زي خروف فوق كتف الراعي، حملت زكا على كتافك، يا شجرة يا بخت اللي شافك، حملت زك على كتافك، يا شجرة يا بخت اللي شافيت، حملتي زك على كتافك، يا شجرة ده انت كنيستنا، رغم شرورنا قبل توبتنا، أبوابك دايما مفتوحة،
يسوع بيقدس طبيعتنا، يا شجرة ده انت كنيستنا، رغم شرورنا قبل توبتنا أبوابك دايما مفتوحة. يسوع بيقدس طبيعتنا، يا زكى ضعفك في أسرك، الناس حجبوا يسوع عن بصرك، لكن بإيمان حي وعمل كسبت يسوع وهو شرف اسمك. يا زكى ضعفك في أسرك، الناس حجبوا يسوع عن بصرك، لكن بإيمان حي وعمل كسبت يسوع وهو شرف اسمك. جميلة يا بونا، جميلة قوي قوي. جميلة الحقيقة. كتبها كان واحد اسمه أستاذ شحاتة دانيال، وده اتنيح معانيها جميلة جداً.